الموضوع ديال رئيس الرجاء محمد بودريقة، واش غيجي واش ما غاديش يجي، واش ناوي يرجع واش ما ناويش يرجع، ومدى تأثير ذلك على فريق الرجاء. انا كان عندي حديث مع احد اعضاء المكتب المديري ديال الرجاء هذه يومين تقريبا، طبعا حفاظا على الاسم ديالو، ما غاديش نذكره. قال بان بودريقة تكلم مع مجموعه من الاعضاء ديال المكتب في واتساب، قال لهم غادي يدخل المغرب يوم الثلاثاء، يعني كيقصد اليوم. كاين انباء اخرى، جهه اخرى كتقول كلام اخر، كيقول بان الابن ديالو والزوجه ديالو غادي يلحقوا عليه الكندا، وانه ما كينويش انه يرجع في الوقت راهين. المساله ديال صدور مذكره بحث ما كاينش مذكره بحث في حقه. كاين ربما مشاكل اخرى مرتبطه بعمله كمنعش عقاري، هذا شيء اكيد. احنا ما غاديش ندخلوا في امور الشخصيه ديال محمد بودريقه، غير هو واش في رايك هذا الشيء هذا كيأثر على 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 فريق الرجاء، ام ان اللاعبين ولا المحيط العام ديال النادي ما غاديش تاثر بالمسائل هذه؟ انا في نظري في الوقت الراهن هذه المساله لا تؤثر حاليا، كنت انا لن تؤثر في المستقبل. كان ممكن يكون عندها تاثير لو وقعت في الولايه الاولى لمحمد بودريقه اللي كان فيها هو المسير الوحيد اللي كيستفرد بالقرار، ولكن اذا تبعنا القدوم ديال بودريقه في التجربه الثانيه ديالو الصيف الماضي، وتبعنا التصريحات ديالو في الحمله الانتخابيه وحتى من بعد الانتخاب، كان يقول انه واخا الولايه فيها 4 سنوات فهو لا ينوي الاستمرار الا من بعد سنتين، وكذلك فوض منذ البدايه فوض صلاحيات واسعه للنائب الاول ديالو اللي هو الذي يسير اليومي حتى في وجود بودريقه اللي هو عادل هاله، كان النائب الثاني اللي قدم استقالته عادل بقي اللي مشى، وكاينين اعضاء اللي نشيطين في العمل اليومي منهم حتى عبد الاله ابراهيم اللي تم التوقيف ديالو ولكن مازال يزاول داخل النادي. فالان هذه مشكله اخرى، دير واحد الموقف وكيزاول. لا هذه مشكله، هو موقف فقط على الملعب، ما كيحضرش الملعب ولكن يزاول.